بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الهبوط الشرقية حوصلت 5 أعوام، وهي السنة السادسة اللي تحاصرت فيها. عانت الأهالي الهبوطة معاناة كبيرة، قصف وحصار وجوع وحرمان. طبعا هذا الأمر اللي أدى إلى، وخاصة القصف الجائر على الهبوطة الشرقية، أدى إلى نقصان في كميات كثيرة من الموارد الأبقار والثروة الحيوانية. هذا أدى إلى النظر في المؤسسات، وخاصة المكتب الإغاثي الموحد، نظر إلى هذه النظرة إلى تنظيم وإنشاء مشاريع للثروة الحيوانية، مشاريع تنموية. طبعا كان الهدف منها أولا المحافظة على الثروة الحيوانية. يعني نحن المشروع الثروة الحيوانية تقريبا صار له شي سنتين مبلشين فيه، بلش بعدد قليل بحدود 10 أبقار، والحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى هلا تكاثروا وصار أعداده مقبولة، وتكاثر لأضعاف مضاعفة بفضل الله سبحانه وتعالى. بالنسبة لآلية العمل، طبعا المشروع بينقسم لأقسام، مشروع حليب ومشروع تسمين عجول. أيضا العمل طبعا بيقوم على الحليب، يقوم العمال على حليب الأبقار كل يوم. طبعا بالنسبة للحليب أسعاره رخيصة جدا، وأسعار العلف غالية جدا. يعني هذا بيأثر على المشاريع في الثروة الحيوانية في الهبوطة الشرقية. طبعا هذا من الأمور السيئة اللي بيعانيها المكتب الإغاثي الموحد في مشاريع. طبعا نحن بالنسبه لمستقبل المشروع، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى مثل ما